要多少钱？叶محمد，哎呀اخويا انا رحت دورت على الولد في الشارع ما لقيتهوش، انا مش عارفه اعمل ايه. مو سرق الذهب بتاعي يا محمد، سرق الذهب بتاعي. كان في هنا 50,000 جنيه اتسرقوا يا آية. يا نهار ابيض، انا عايز فلوس يا آية، 50,000 جنيه. معلش يا محمد حقك عليا. انت غلطانه آية، ما بتسمعيش الكلام يا آية. والله الولد يعني انت تجيبي عيل من الشارع تقعديه عندنا وتخليه يعيش معانا كمان؟ لا انا غلطانه. يعني انت لو حد صعب عليكي ادي له 50 جنيه تجيبي له طقم تجيبي له حاجه ياكلها. كلامك صح يا جوز اختي. حقك عليا يا محمد، انا عارفه ان انا غلطانه والله، بس والله الولد صعب عليا بجد، والله صعب عليا. انا جبته عشان اكله، قالوا لي ان ابوه وامه رموه في الشارع. والله يا طب وال 50,000 جنيه ايه هنعمله فيهم ايه دلوقتي؟ انا عايز فلوس. طيب بص هقول لك على حاجه، انا هتصرف والله وهجيب لك ال 50,000 جنيه. هتجيبهم لي ازاي يعني؟ انا هتصرف. تسلفهم لي يا سلمى. لا يا حبيبتي انا ما بسلفش حد. ماشي يا اخويا، خلص والله حقك عليا. 50,000 جنيه يكون عندي يا آية. معلش يا محمد، معلش حقك عليا. خلاص دي فلوس البضاعة. خلاص انا عارفة والله، خلص حقك عليا. انا اسفة، انا اسفة يا محمد. انت هتسلفيها ولا لا؟ لا 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 انا ما بسلفش حد والله. ده وقت تضحكوا يعني؟ ده وقت سلمى، ما خلاص بقى ده وقته يعني؟ تسلفيها يعني ولا لا؟ انتوا باردين قوي. بقول لكم ايه؟ ادخلوا جوه كلكم يلا. انا اسفة والله يا اخويا. ادخلوا بقى. حاضر حاضر. بصراحة كده يا أمنية، أنا زعلت عليكي قوي يا حبيبتي. ليه بس يا جلجل؟ بقى الولد اللي يصعب عليكي وتعطفي عليه وتجيبيه هنا بيتك يديكي حتة قفا يا أمنية ويسرق دهبك كله، بقى ينفع كده يا أمنية؟ أيوة يا جلجل، بصراحة حتة قفا. بصراحة يا أمنية أنت غلطانة، أنت واحدة كبيرة، مش أي حد يخش بيتنا يا أمنية. حاضر يا جلجل. بس حتة قفا يا أمنية. مطلبي قفك يا جلجل في إيه؟ أنا سكتلك على فكرة، مش عايزة أتكلم معاكي. يا أمنية أنا بنصحك يا حبيبتي عشان كده ما تبقيش غلطانة على طول وتعرفي إني مش أي حد يدخل بيتنا. ولا أقولك بقى، ولا أقولك على الحاجة التانية. قولي بقى. بنت عمك يا أمنية اللي من دمك اللي أنت بتحبيها قوي ودايما بتدافعي عنها، أول ما تقولي لها سلفيني ال 50,000 جنيه راحت قالت لك إيه؟ أنا ما بسلفش حد. والله يا أمنية بحسبك سبت ولا اتنين ولا تلات. بس حتة قفا يا أمنية. يا جلجل هنفضل نرمي كلام كتير يعني ولا ايه؟ خلي بالك انا مش عايزه اتكلم معاكي والله. بس حته قفا يا امنيه. قفا يا جلجل. ولا بقى الخبر التالت ده لو قلتولك هيطلع من دماغك كده يا امنيه. ايه هو الخبر يا جلجل؟ قوليلي. مش ندى اختنا حامل في الشهر التاني؟ ايه ده؟ وهتبقى ام عطريس. راحت ام عطريس جد. وكده بقى يا امنيه احنا قاعدين هنا في البيت يا حبيبتي لينا لازمه، على الاقل بنخدمه ندى اختنا وحبيبتنا. أيوة. مش قاعدين ملناش لازمه زي ناس والمفروض تروح بيتها. امنيه ما تروحي بيتك بقى يا امنيه، انت مالكيش لازمه هنا. بس حته قفا يا قفا يا جلجل. يلا بقى نطمنه على ندى حبيبتنا اختنا الحامل. بس حته قفا يا قفا حته قفا يا امنيه. اخدت حته قفا يا امنيه. ندى حمل؟ يعني كده هتاخد الشقة؟ طيب يا ندى والله العظيم ما هسيبك. سلمى يا سلمى. ايوه يا ايه. بصراحة يا سلمى يعني انا زعلانة منك يا سلمى. ليه زعلانة؟ عملتلك حاجة ايه؟ ايوه يا سلمى، عشان انا كده قلتلك قدامهم يا سلمى سلفيني الفلوس يا سلمى، انت ما بسلفش حد. ودي حقيقة يا ايه، انا ما بسلفش حد. طب يا ستي قوليلي كده قدامهم، قوليلي هديكي قدامهم، المفروض يعني ان انت بنت عمي سند ليا واختي يعني يا سلمى، ما تكسفنيش كده قدامهم وتخليهم يضحكوا عليا. بصراحة يعني يا ايه ما بحبش اضحك على حد. وبعدين انا عايزة اقولك على حاجة. نعم. ما تاخدي فلوس من جوزك. ما جوزك ما شاء الله يعني معاه فلوس وشغال شغلانه حلوه، يعني بتعمل فلوس من جوزك. يا سلمى انا دهب اتسرق، لو رحت قلت لمحمود هيبهدلني ومش هيسيبني يا سلمى. بصي يا سلمى انا عايزه اقول لك على حاجه ثانيه. نعم. خبر وحش قوي قوي بصراحه. ايه يا ايه؟ ايه تاني؟ ندى حامل. طب وايه المشكله؟ هو يا ايه يعني المشكله؟ ايوه طبعا مشكله، ومشكله كبيره قوي كمان. المشكله ان ندى هتجيب ولد، وندى لو جابت ولد بقى لما يكبر هيتجوز في الشقه دي، وانا يبقى كده مش من حقي خلاص ان انا ادخل الشقه يا سلمى، يبقى الشقه ضاعت مني. ايه انا عايزه اقول لك على حاجه. قول. انت خليتي ندى ولدت
والولا كبر واتجوز وشغله بالك بحياه ناس تانية. اشغلي بالك بحياتك انت بس، ده جوزك متضايق وبنتك متضايقه، اشغلي بالك بحياتك. بصراحه هما عندهم حق، ارجعي بيتك وعيشي مع جوزك يا ماما وريحي نفسك يا اهي. حتى انت يا سلمى بقيتي زيهم؟ ده انا عايزه اقول لك على حاجه، انا عايزه اقول لك على حاجه، الولا اللي انت جبتيه هنا اهتمتي بيه اكتر ما بتهتمي بجوزك وبنتك. ايوه يا قولي بقى زيهم، قولي يلا انت وقعتوني على قفايا، قولي كده. بصراحه وقعتك على قفاكي حتى انت يا سلمى. ايوه ولو جوزي عيا مضايقك هنا خليني امشي عادي، حد ما عنديش اي مشكله. حد انت وده الحق يا ايه. معلش طب والله العظيم يا ندى ما انا سايباكي. طب والله يا ندى ما انا سايباكي. سمعاكي يا جلجل. ده احنا مسكنا ايه غسلناها. أيوة. بس قعدت حلت قفا امنيه يا حبيبتي. نعم. ممكن تجيبي لي كوبايه عصير عشان عطشانه قوي؟ من عليا بس كده اللي انت عايزاه طبعا. بس اخدت حته قفا عملنا كل اي قفايا وجعني قوي. اي قفايا تعالي يا امنيه يا حبيبتي، انت بتعملي ايه يا حبيبه قلبي؟ ده انا هجيب كوبايه عصير لاختي ندى الحامل. ما شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله تجيب عتريس كده بيبقى واد، يبقى واد زي القمر باذن الله ان شاء الله. بصي بقى يا امنيه يا حبيبتي، عشان الخبر الحلو ده يا حبيبه قلبي، عايزين بقى نفتح صفحه جديده مع بعضينا، ايه رايك؟ ايه ده بجد؟ ايوه طبعا. وبصي بقى بصراحه انا يومين ثلاثه كده هطمن على ندى باذن الله ان هي بخير، وهمشي على طول هروح بيتي. بجد؟ ايوه طبعا يا حبيبتي. مش معقول يعني خلاص اروح افرح ندى؟ ايوه يا حبيبتي روحي فرحيها. بصي بقى انت ما تجيبلهاش العصير، انا هودي لها العصير لحد عندها عشان اصالحها بقى، مش قلنا نبتدي صفحه جديده ولا ايه؟ ماشي طب اروح افرحها. روحي يا حبيبه قلبي. ماشي روحي فرحيها يا امنيه، فرحيها. تفكركم ان انا همشي من البيت ده بالساهل؟ يانا يا انتوا في البيت. طيب بس لازم ناكلوا اكل صحي. حاضر. فين العصير؟ ايوه ما انا بقى هقولك على مفاجأة. قولي. هي قالت ان هي هتدي لندى العصير، هي اللي هتقدمه لها، وكمان مش كده وبس، دي قالت ان هي هتفتح صفحة جديدة معانا، وكمان قالت ان هي يومين ثلاثة كده وهتروح بيتها كمان، وبتقولك مبروك. هي قالت كده؟ هتروح بيتها؟ قولي والله. والله بتقولي. ايوه يا ندى. ايوه صح الكلام اللي امنيه قالته لك صح يا حبيبتي. الف الف مبروك يا ندى، يجي لك يا رب بالسلامه ويتربى في عزك وفي عز اخويا باذن الله يا حبيبتي. ايه اللي بتقولي الكلام ده؟ ايوه يا ندى. بصي بصراحه يا ندى انت وجلجل، انا الايام اللي فاتت يعني كنت بضايقكم وبزعلكم، بس اللي اكتشفته ان انا بضايق نفسي، جوزي مش مبسوط وانا هنا قاعده مش مبسوطه، وكمان احنا عمالين يعني نضايق في بعض. ليه نضايق في بعض؟ احنا نبتدي مع بعض صفحه جديده، وانا يومين ثلاثه بس هطمن عليكي كده وانضف البيت بتاعي يا حبيبتي، وهروح خلاص وهمشي ومش هاجي هنا تاني. ماشي يا ربنا يخليكي. الف مبروك يا حبيبتي. الله يخليكي. عرفتي انك هتسميها عتريس؟ ام عتريس راحت ام عتريس جت. ايوه ما شاء الله. الف الف مبروك يا حبيبتي. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. مش عايزاكي بقى تبقي زعلانه مني يا ندى. لا لا انا مش زعلانه منك. وانت يا جلجل ما تزعليش مني يا جلجل. ماشي يا حبيبتي. وانت يا امنيه اتفقنا صفحه جديده. ايوه خلص ماشي يا حبيبتي. عن اذنكم بقى، باي باي. باي باي يا حبيبتي. هي مين دي؟ بتقولك ان هي ماشيه. هي مين دي؟ الحمد لله الحمد لله. لا ثانيه واحده، هو القفا فوقها بجد ولا ايه؟ بس حته قفا. خدي يلا اشربي العصير. ايه ده؟ ده عصير مانجا، انا ما بحبهوش. ماما نعم. انا بحب مامتي اشرب. خدي يا غزل اشربي. شكرا. طب هاتي لاختك ميه. ماشي حاضر. حته قفا يا نهار ابيض، بس حته قفا فوقها كده. ايوه الحمد لله ان هي ماشيه. الحمد لله. كان فين القفا ده من زمان بس. ايه ده؟ في ايه يا سلمى؟ هو انت 24 ساعه قدام المرايه؟ راحتي يا ايه. بقول لك ايه، لو انت متضايقه من وجودي يا حبيبتي امشي وراح اقعد في فندق. بصي يا سلمى، بس سيبك من الكلام اللي انت عماله تقوليه ده. تعالي اقولك انا عملت ايه. عملتي ايه؟ بصي بقى، انا عملت نفسي ان انا صالحت ندى وجلجل وقدمت لها العصير. عارفه حطيت لها ايه في العصير؟ حطيت لها ايه؟ دي كده تسقط يا ايه. ايوه ما انا عايزاها تسقط. لا بقولك ايه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، معاكي في الهزار والضحك، لكن اذي حد لا. ايه اللي غيرك كده يا سلمى؟ ما احنا كنا بنعمل كل حاجه مع بعض. بصي انا ما اتغيرتش يا ايه، كنت بهزر بضحك معاكي صح ولا مش صح؟ ايوه. لكن اذي حد ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، ماليش دعوه. مش يا ندى، مش هتسقطي يعني هتسقطي. مش يعني يا دكتور احمد احنا نعمله ايه دلوقتي؟
بقول لك ايه، شربيه كوبايتين لبن واي عصير عندك، عصير تفاح، عصير مانجا، عصير جوافه، علشان بطنها تعوم وترجع كل اللي في بطنها على طول، اكلت اي حاجه وحشه او اي حاجه مسممه ولا حاجه. لبن وعصير. اه وانا دلوقتي هجيلك على طول اطمن عليها برضه. تمام ماشي، شكرا يا دكتور، شكرا. شفتي بقى بديت ان تتخطب الدكتور اهو. أيوة. نفعنا دلوقتي. اه يا بطني. هاي يا غزل عامله ايه دلوقتي؟ بطني وجعاني قوي. معلش يا غزل، مش عارفه اعمل ايه. انا في احمد خطيبي بيقولك شربيها لبن على عصير عشان تجيب كل اللي في بطنها. ايوه خلاص، مش تعالي يا غزل، تعالي.